النهارده كمان في هذا الصباح الحقيقه فناننا الكبير والراحل القدير الاستاذ محمد رضا، واحد من النجوم اللي امتعونا ورسموا البسمه على وشوش ملايين المصريين وفي العالم العربي كله. مختلف الاجيال عاشت معاه وهو عاصرهم، ولسه لحد دلوقتي بنحس بالبهجه والسعاده ولازم نضحك مع كل طله لواحد الحقيقه من عظماء الكوميديا اللي كانت رسالته اسعاد الناس في كل مراحل رحلته الفنيه، واللي لازم في ذكرى رحيله النهارده ندعي له بالرحمه ونشكره على عطائه الفني الطويل في السينما والمسرح والتلفزيون. فده قدير محمد رضا الحقيقه، واللي حضراتكم بتشوفوا معانا صور حصريه لينا في هذا الصباح تعرض لاول مره ليه، وبشكر اسرته الكريمه انها اختصتنا بهذه الصور اللي بتعرض لاول مره الحقيقه عن الفنان القدير محمد رضا صانع البهجه اللي بدأ حياته في مجال هندسة البترول، ورغم أنه جذور التمثيل كانت عنده من الطفولة، وده اللي خلاه بالمناسبة كان عنده فريق تمثيل في المدرسة الابتدائية اللي هو كان فيها. فأواخر الثلاثينات من حياته اتقدم لمسابقة اختيار وجوه جديدة نظمتها مجلة دنيا الفن، وحصل فيها على المركز الثاني من اللجنة اللي شارك فيها رائد الواقعية المخرج الكبير الأستاذ صلاح أبو سيف رحمه الله. كمان الأستاذ محمد رضا اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعد ما نصحه صديقه الفنان القدير الراحل توفيق الدقن أنه يدخل المعهد في المرحلة دي، واللي كان بيدور فيها على فرصة أنه يمثل، ودي كانت فتحة الخير عليه، لأنه بعد ما اتخرج من المعهد سنة 1953 بدأ ينطلق خلال أدوار صغيرة في المسرح الحر مع مجموعة من شباب جيله، وقدم أدوار بسيطة في السينما في أفلام منها جعلوني مجرما، واللي خد عنها جايزة في التمثيل عن دوره رغم أنه كان دور صغير جدا. كلنا ارتبطنا بفنان القدير الجميل محمد رضا بأدوار المعلم، لأنه بدأ بيها بأدوار تانية وقدم شخصيات مختلفة متنوعة. قدم بالمناسبة شخصية وكيل النيابة والضابط والطبيب في بداية حياته، لحد ما المخرج كمال ياسين اختاره لمسرحية زقاق المدق، واللي كان أول مرة بيقوم بيها بدور المعلم كرشة، ومن بعدها ارتبط بشخصية المعلم، خصوصا أنه النجم طبعا وحش الشاشة فريد شوقي طلبوا أنه يقدم شخصية المعلم في مسرحياته في الخمسينات. فكمان لما تحولت رواية زقاق المدق لفيلم قام فيها فنان محمد رضا بنفس الدور في السينما، ورجع لشخصية المعلم كرشة، وساعتها خد شهادة من الأديب العالمي المصري نجيب محفوظ صاحب الرواية الأصلية رواية زقاق المدق طبعا، واللي قال إن محمد رضا عمل الدور زي ما رسمه وكتبه بالظبط بنفس الشكل. وعشان الصدق والبهجة والقدرة اللي وصل فيها الأستاذ محمد رضا لقمة الإبداع والتنوع في تقديم شخصية المعلم، كان أغلب المخرجين بيتفقوا ما بينهم وما بين بعض على تنسيق مواعيد التصوير، يعني كل مخرج عايزه في فيلم يعمل الدور فلازم يتفق مع المخرج اللي جنبه لأنهم كلهم عايزينه. عشان كده زي ما بقول لكم انه الصدق والمحبة والتفاني هو ده اللي خلى هذه الذكرى العطرة ما زالت موجودة حتى الآن في ذكرى رحيل رضا بوند عميد معلمين السينما المصرية الفنان القدير الراحل الأستاذ محمد رضا. احنا معانا على التليفون الأستاذ أحمد رضا ابن الفنان الراحل القدير محمد رضا. أستاذ أحمد صباح الخير. صباح الخير أستاذ أسماء. أولا بشكر حضرتك على الصور الحصرية اللي اختصتنا بيها، وبشكر طبعا أسرتك الكريمة أنه يعني في ذكرى رحيل عملاق الكوميديا الفنان القدير محمد رضا أن احنا يكون معانا طلة جديدة ليه عليه قدام جمهور كتير وأجيال من العاشقين لفنه وإبداعه حتى الآن. ألو. أيوه أستاذ أحمد مع حضرتك. معاك. أنا بقول لحضرتك أنا بشكرك وبشكر أسرتك الكريمة على الصور الحصرية اللي اختصتونا بيها، وإنه قد إيه كنا سعداء بيها إن احنا نشوف هذه اللقطات الحصرية والنادرة لفناننا القدير الجميل الأستاذ محمد رضا. وأنا بشكر حضرتك وبشكر كاميرا نيوز على إنه الوفاء لإن احنا نتذكر
الناس اللي اساعدتنا وكان ليهم دور في 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 وجدان الشعب وجدان الناس كلها الحمد لله. استاذ احمد خليني نتكلم عن والد حضرتك والفنان القدير الاستاذ محمد رضا. للحقيقه صعب انك كنت يعدي في اي دور سواء مسرح سينما تلفزيون مهما كانت مساحه الدور لازم هو يكون بطل العمل بشكل او باخر بإفيه بكلمه بجمله بضحكه بطريقه لبس بخطوه. الابداع والموهبه الكبيره دي كان بيقول لكم ايه عنها؟ الوالد كان يعني دي الموهبه الموجوده فيه من زمان او يعني كانت متاصله فيه وده يمكن اللي خلاه يغير مسار حياته ويتجه للفن ويصر عليه لانه ده بيدي مثال ان فعلا لما تكون موهبه حقيقيه وموجوده بتفرض نفسها وبتصر على انها تنجح. والوالد كان فعلا تفرد في يعني ما عمل دور المعلم وابن البلد اداه بشكل يعني متميز جدا وبشخصيه وبطريقه لغايه النهارده هو عايش بالشكل ده ما حدش قدر يعني يقدر يكرر لا اطلاقا ما حدش ملى المساحه دي خالص خالص بالظبط بالظبط. فده من ده سر نجاح الوالد وكان مصداقيه هو كان يقول الصدق في ان انا اعمل حاجه مظبوط وبشكل كامل ويؤديها باتقان ده سر من اسرار انه فعلا نجاحه واستمراريته لغايه النهارده. كان معروف عن الفنان قدير انه عمره ما التفت للاجر المادي ولا مساحه الدور. ده حقيقي ده حقيقي الوالد ما كانش يفكر في الماده بالمره يعني كان دايما يقول كان وجهه نظر ان الفلوس بتوجد عشان ان احنا نسعد الناس ونصرفها وعمره ما بالعكس كان كتير يجامل وكتير يبقى يعني ما لا يدق في موضوع الاجر وحتى الاسم كتابه الاسم او انما هو كان عارف ان هو هيتوجد حتى في اي عمل حتى لو كان صغير انما هيظهر فيه وهيقدر يضيف فيه اضافه ويبقى اضافه جميله للعمل نفسه. طب من ضمن بقى الكواليس كمان اللي كانت معروفه عن الاستاذ الكبير الاستاذ محمد رضا كمان ان هو طول الوقت كان في البلاتو في البيت هو معلم في اداره اللوكيشن كمان يعني كان يهتم بزملائه وكان يبقى حريص على المواعيد بتاعه الراحه على جميع العمال حتى على النظام الغذائي او الاكل يعني كان هو المعلم بتاع الاستوديو اللوكيشن كله حتى ده في الحقيقه مش بس في الدور. ده حقيقي يعني سواء في 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 المكان العمل او في اللوكيشن او في اي مكان هو الوالد حتى في البيت هو يحرص على الامور دي كلها ويتاكد ان كل الامور متظبطه وكل شيء معمول حسابه. دي كان جزء من شخصيه الوالد الحمد لله يعني. الحمد لله ربنا يا رب يرحمه ويسكنه فسيح جناته وهو هيفضل حي في قلوبنا كلنا بأعماله العظيمة الكبيرة وملامحه اللي موجودة في ذاكرة أجيال وأجيال زي ما هي محفوظة وموجودة في ذاكرة الفن المصري كله. شكرا ليا الأستاذ أحمد رضا ابن الراحل الفنان القدير محمد رضا بشكرك على وجودك معنا.